نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر 1949 تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة. بهذه الكلمات أعلن الملك إدريس السنوسي في 24 من ديسمبر 1951 استقلال ليبيا نتيجة لبطولات أباء وأجداد ناضلوا من أجل وحدة ليبيا بعد أن آمنوا بقضيتهم العادلة في الحرية والاستقلال. لعل قرار الأمم المتحدة يوم 21 من نوفمبر 1949 بمنح ليبيا استقلالها كان سطوراً كتبت بحروف من رحلة طويلة من دماء الشهداء في معارك المقاومة التي استمرت على كل الأرض الليبية ضد الاستعمار الإيطالي. ليبيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة ودعمت حتى نيل استقلالها والمضي نحو الدولة الموحدة، وما كان ذلك أن يحدث لولا وحدة الليبيين ونيتهم في تقديم مصلحة الوطن ووحدته قبل مصلحتهم الشخصية. شتان بين الماضي والحاضر يقول البعض، فما أشبه الأمس باليوم؟ هل الحل الليبي واقع نسعى إليه اليوم أم حلم لن يتحقق وسيظل الحل والربط بيد الأمم المتحدة وربطات العنق التي تتوافد على البلاد منذ نشأتها؟ تاريخ العلاقة بين ليبيا والأمم المتحدة قديم، بدأ منذ إعلان الاستقلال في 24 من ديسمبر عام 51 900 وألف، وقبله بقليل إذ برزت القضية الليبية دوليا في مايو عام 1942 إثر انتحار قوات المحور وانتقال العمليات الحربية من القارة الإفريقية إلى الأوروبية. ومنذ ذلك الوقت التقت المجموعة المتحالفة والمنتصرة في الحرب لبسط النفوذ والسيطرة على مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة في أفريقيا بما في ذلك ليبيا، وحالت هذه المسألة إلى التداول في مؤتمرات دولية عدة. منظمة الأمم المتحدة كانت القابلة التي شهدت ولادة ليبيا، بل صنعت مهد البداية المبكرة والمتعسرة، فقد عين الدبلوماسي الهولندي أدريان بيلت في شهر ديسمبر عام 49 مفوضا لها في ليبيا ليعمل على تأسيس دولة مستقلة موحدة بعد سنوات طويلة من الاستعمار والانقسام. ونجح بيلت في مساعدة الليبيين على تحقيق الحلم في إقامة دولة، وأضاف إنجازاً بتسجيل مذكراته التي وثق فيها مسيرة تجسد الحلم الصعب. بعد هزيمة القوات الإيطالية والألمانية وخروجها من برقة وطرابلس وفزان، أصبحت كامل البلاد تحت سيطرة القوات البريطانية في إقليمي برقة وطرابلس، في حين صار إقليم فزان تحت السيطرة الفرنسية. مساران حكما تطورات القضية الليبية، وهما في الخارج الاختلاف بين الأطراف الفاعلة دولياً على مستقبل ليبيا بين الوصاية والاستقلال، وفي الداخل الحوارات واللقاءات بين الأطراف الليبية حول شكل الدولة بعد تحقيق الاستقلال والصيغة الدستورية المقبولة من الجميع. برز اسم إدريس السنوسي مبكرا كشخصية وطنية لها وضع متميز في أنحاء البلاد في 20 من أكتوبر عام 1939 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية. اجتمع اللاجئون الطرابلسيون والبرقويون في الإسكندرية وقرروا تسليم قيادتهم المشتركة للسيد إدريس السنوسي. في المسار الدولي لم تتوقف الاجتماعات والاجتهادات بين الدول المهتمة بالشأن الليبي بما في ذلك اختلافات وتفاهمات. سارت العلاقة بين ليبيا والمنظمات الدولية على رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة بهدوء وشكل طبيعي، حتى عندما قاد الملازم آنذاك معمر القذافي عام 69 انقلابا عسكريا على النظام الملكي. وفي بداية تسعينات القرن الماضي اتهم نظام القذافي بتدبير عملية تفجير وإسقاط طائرة البان أمريكان الأمريكية فوق بلدة لوكوربي الإسكتلندية عام 88، ونتج من ذلك عقوبات اقتصادية قاسية فرضها مجلس الأمن على ليبيا وحظر جوي امتد لعقد كامل. عندما اندلعت الثورة الليبية في 17 من فبراير عام 2011 وواجه نظام القذافي المحتجين خلالها بالقوة المفرطة، عاد الملف الليبي إلى التداول على طاولة مجلس الأمن مفرزا قرارات عدة تدين القمع وتسعى إلى حماية المدنيين في بنغازي والمدن الليبية. بدأت هذه القرارات مع القرار رقم 1970 الذي دان فيه العنف واستخدام القوة ضد المدنيين وطلب بوقفه، وحل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحظر بيع السلاح إلى ليبيا ومنع عدد كبير من الشخصيات الليبية على رأسهم القذافي وأبنائه وجمد أموالهم. لم ينتهي دور هيئة الأمم المتحدة عند هذا الحد، بل أنشأت بموجب القرار رقم 2009 الصادر في سبتمبر عام 2011 بعثة للأمم المتحدة للدعم تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، وما زالت تمارس أعمالها حتى اليوم،
وتشرف على مشروع الحوار السياسي بداية من اتفاق مدينة الصخيرات. وبموجب هذه القرارات ما زالت ليبيا حتى اللحظة تخضع لعقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية، منها تجميد أرصدتها المالية في الخارج التي تقدر بمئات المليارات، ومنع توريد السلاح لها الذي جدد لعام إضافي. ويرى خبراء ليبيون أن الأمم المتحدة إذ كانت قد أسهمت بشكل كبير في إنشاء الدولة والعمل على استقلالها والحفاظ على وحدة أراضيها في بداية العلاقة بينهما في الخمسينيات القرن الماضي، فهي أيضا لعبت دورا سلبيا بعد ذلك في فترة التسعينيات، إذ فرضت حصارا اقتصاديا خانقا وتدخلت إبان الثورة الليبية وتخلت عنها بعدها وتركتها للفوضى والتصارع، إضافة إلى الدور السلبي لبعثتها بكل المقاييس التي أشرفت على جلسات الحوار السياسي فعمقت الأزمة حتى دفعت بها إلى مرحلة التحارب بدلا من تحجيمها وحلها. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة ومستمرة عبر شاشة الوسط، ونحن نحيي فيها ذكرى استقلال ليبيا، خاصة ما يتعلق بدور الأمم المتحدة ومبعوثيها منذ الاستقلال حتى اليوم، وما هي الدروس المستفادة من حقبة الأجداد. سوف يرافقني في هذه التغطية كل من محمد بويصير مهندس وباحث سياسي، كذلك هاني شنيب رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية. أهلا وسهلا بضيفاي في هذه المساحة. أبدأ أولا مع السيد محمد بوصير. السيد محمد، اليوم ونحن نحيي ذكرى استقلال ليبيا في عام 1951 يجعلنا نبحث في المرحلة التي عاشتها البلاد قبيل الاستقلال والقرار الأممي بإنشاء الدولة، لنسأل أولا عن الأسباب والجهود إذ تلخصها لنا والتي جعلت الأمم المتحدة بأن تصدر قرارا بإنشاء دولة ليبيا والاعتراف بها، والعلاقة التي تبدو أزلية بين البلاد والأمم المتحدة، والبحث عن حلول سياسية وإدارة الأزمة. تفضل. السلام عليكم لك ولجمهورك الكريم ولصديقي العزيز دكتور هاني. سيدي، طبعا نحن اليوم في ذكرى مهمة جدا بالنسبة لليبيين، وكلما زادت أهمية الحدث كلما زادت الحاجة إلى قراءة نقدية لكي نفهم حقيقة ما حدث بعيدا عن المواقف المعادية أو الممجدة. ليبيا كانت جزء من المستعمرات الإيطالية، أهم مستعمرة إيطالية. إيطاليا هزمت في الحرب العالمية الثانية، الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية الحلفاء الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا والاتحاد السوفيتي كونوا الأمم المتحدة، اجتمعت في سان فرانسيسكو في 46، بدأت قصة البحث في المستعمرات للدول المهزومة. وليبيا كانت أثناء الحرب قد استطاع المرحوم الملك إدريس أن يخلق تحالف مع الحلفاء وأن تحارب كتيبة ليبية من 4000 شخص مع الجيش الثامن البريطاني، وأن تدخل معه محررة لليبيا في أعتقد كانت في عام 1941. نتج عن هذا أن أنتوني إيدن، وكان وزيرا للخارجية في مجلس العموم البريطاني، أصدر وعدا لبرقة السنوسية كما سماها هو، الألفاظ كما استعملت، بأن برقة السنوسية لن تعود إلى حكم الإيطاليين بأي حال من الأحوال بعد الآن. في أثناء البحث بين الحلفاء في مؤتمر بوتسدام على الأوضاع في أملاك الدول المهزومة وليبيا بالتحديد، أظهر الاتحاد السوفيتي رغبة في أن تكون له قواعد في شاطئ طرابلس وشاطئ برقة مواجهة لأوروبا، ولأن الغرب كان يعلم أن انتهاء الحرب لن تكون انتهاء المشاكل، وأن هناك مشكلة قادمة كما كان يقول تشرشل بأن الجن الشيوعي خرج من القمقم الآن وعلينا أن نقاومه. فدول الغرب رفضت هذا وذهبت إلى وعد إيدن، أنتوني إيدن، وتحدثت مع الأمير إدريس على اعتبار أن الأفضل هو إعطاء استقلال لدولة يقودها حليف للحلفاء الغربيين اللي هو كان الملك إدريس. وأنا لا أقول حليف بأي معنى سلبي، ولكن هذه هي السياسة، والرجل كان نابها
وقادرا حسب قدرات ليبيا وقتها المعدومة، استطاع أنه هو فعلا يحصل على الاستقلال من خلال القرار الأمم المتحدة. فالقرار جاء استجابة لظروف لمطالب داخلية. أنا لا أستطيع أني أنا أمحو مطالب النخبة المثقفة الليبية التي كانت صغيرة حقيقة، ولكن فيها شخصيات يعني نعتز بها، استطاعت أن تدفع بمطالب الاستقلال. أنا أذكر منها جد دكتور هاني عمر فائق شنيب، يعني حقيقة لما تدرس هذه الشخصية وكيف كان نضالا من أجل استقلال، شخصيات أخرى السعداوي، يعني مجموعة من الشخصيات التي خاضت النضال السياسي في وقت الاستقلال، والتي يجب أن أقول وأضع خطين هنا أن تربيتها السياسية جاءت في المشرق العربي، حيث كانت صيحات الاستقلال والمطالبة بالتخلص من الاستعمار عالية جدا، وبالتالي هي جاءت بفكر أنا أعتبره تجديدي وقتها لليبيا. لم يكن الليبي العادي الذي قاتل حتى ضد الطليان لأنهم كانوا كفار بيأخذوا أرضه، لم يكن حقيقة يعي قصة الاستقلال، ولكن هذه النخبة النابهة المخلصة الوطنية استطاعت أن تخرج بليبيا إلى الاستقلال، على الرغم من أن حتى مندوب الأمم المتحدة أدريان بيلت كان يقول أن هذا البلد غير مؤهل للاستقلال. متوسط دخل الفرد في ليبيا كان يعني من أوطى الدخول في العالم، 160 دولار في السنة، بمعنى أقل من 15 دولار في الشهر. وأيضا أنها تفتقد للبنية الأساسية، دمرت كلها في الحرب، مدنها دمرت نتيجة خاصة في الشرق في برقة دمرت. طيب. وندرت طيب. المتعلمين في ليبيا، لذلك أنا أعتبر الاستقلال خطوة إعجازية يعني حققت لنا وطنا لأول مرة في التاريخ. طيب، خطوة إعجازية خلقت لنا وطنا. أشرك معي الآن في هذه الحوارية هاني شنيب. سيد هاني شنيب، نتحدث عن الأمم المتحدة، عندما نتحدث عن الأمم المتحدة وجهودها في إنشاء الدولة حتى الوصول إلى استقلالها، لا يمكننا أن ننسى جهود المفوض السامي لليبيا من قبل الأمم المتحدة أدريان بيلت عندما تم تعيينه في 1949، وجهوده في جمع ممثلين من جميع أنحاء ليبيا والتقدم في المسار الدستوري خلال الجمعية التأسيسية الوطنية وقتها. سيد شنيب، كيف لك أن تقيم لنا الدور المهم الذي لعبه أدريان بيلت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين؟ أدريان بيلت كانت شخصية لن تتكرر في تاريخ الأمم المتحدة، وبالذات بما نشاهد الآن من فوضى وعجز. أدريان بيلت بطبيعته كان صحفي، كان هولندي، وكان يتعايش مع تجارب العالم الثالث ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يسافر إلى عدة دول سواء كانت في أمريكا الجنوبية أو شرق أوروبا أو أفريقيا، وشاهد المرحلة اللي هي ما بعد الانتهاء متاع الحرب العالمية الثانية من فوضى اقتصادية وعجز للحكومات ومستعمرات اللي هي خلصت بنتاج هذه الحرب من مستعمرين بالذات من المحور الذي كان يمتلك جزء كبير من المستعمرات في أفريقيا وغيرها. فبطبيعة تركيبته هو كصحفي، وكان إلى حد ما يعتبر يساريا في هذه المرحلة، كان دائما ملتزم ومدرك للحركات متاع التحرر في هذه الدول، وكانت رؤيته دائما مختلفة عن رؤية ما تبقى من سيطرة أوروبية على بقايا الدول اللي دخلت في الحرب العالمية الثانية. فوجوده في الملف الليبي كان يعتبر من حظ الليبيين أن يتواجد شخصية مثل أدريان بيلت، تعايش مع الشعب، سافر وزار المدن والقرى الليبية، احتك مع السياسيين الليبيين، وأدرك بسرعة نقط الخلاف ونقط الاتفاق اللي هي ما بين الليبيين. وطبعا الثقل كان معظمه في طرابلس وبرقة، وكان يرى ما بعد تحرر
أو ما بعد الانتهاء متاع السيطرة الإيطالية الألمانية على ليبيا، أن هناك بعض الانقسامات اللي هي بدأت تظهر على السطح. فكما ذكر أخي محمد، كان هناك الوعي المشرقي اللي هو موجود، وكانت الجمعية الطرابلسية البرقوية مثل لذلك بتعاون عمر فايق شنيب مع بشير السعداوي. وحينما رجعوا إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب، كان هناك بعض الخلافات الرمزية، ولكن كانت تعامل بطريقة حضارية، وفي وجود إدريان بيلت استطاع أن هو يعني يصعد بها إلى مرحلة الاتفاق، بالرغم من النوايا السيئة من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لمستقبل ليبيا. وكان موقفه في مواقف عديدة مواجه للاقتراحات البريطانية والاقتراحات الفرنسية والإيطالية لمستقبل ليبيا. وكذلك واجه أيضا بعض المعارضة من الدول العربية اللي هي كانت ليها رغبة أن تكون مؤثرة أكثر في مستقبل ليبيا. فإدريان بيل كان دوره دور جبار معترف به إلى الآن، وحقيقة يعني الليبيين محظوظين بتواجد إدريان بيلت في الملف الليبي. سيد بويصير، يعني بالحديث عن المبعوث الأممي الذي تحدث عليه الآن يعني بتفاصيل مهمة السيد شنيب، يعني لا نستطيع أن ننسى حتى يعني الظروف التي جاءت في صالح ليبيا آنذاك، يعني حتى الاستقلال، لا يمكننا أن نتغاضى عن الإرادة الوطنية الصلبة والجامعة ضد الاحتلال الإيطالي، والتي أنتجت إرادة سياسية وحققت المأمول، قيام دولة واحدة يحكمها أهلها. حسب تقديرك، ما هو السر في ترابط الأجداد المؤسسين في ذلك الوقت، والذين قدموا التنازلات وغضوا الطرف عن الخلافات من أجل قيام الدولة؟ ولماذا اليوم تغيب هذه الإرادة عند أبناء الوطن اليوم؟ أود يعني أن أضيف اللي قاله صديقي وأخي دكتور هاني، أن النخبة في ذلك الوقت نجحت في أن هي ترتب أولوياتها. يعني دور بشير بي السعداوي في موافقة الإقليم الغربي في طرابلس على الاستقلال بقيادة الملك إدريس، لأن كان هو الاختيار الوحيد على المسرح أن تكون ليبيا مملكة يقودها من كان يطلق عليه الأمير إدريس وقتها، وهذا حقيقة نتيجة لتراثة ونتيجة أنه لم يكن طرف في أي صراعات سياسية. الملك إدريس أيضا استطاع أن هو يضع نفسه في موقع أب الجميع. يعني الملك إدريس لم يتخذ قبل، أنا أتحدث قبل الاستقلال، لأن بعد الاستقلال أيضا نستطيع أن نضع المجهر النقدي، النقدي الذي يحترم الجميع. يعني أنا لست، لا يمكن أن أكون ضد التاريخ، ما يجيش، لأن هذا يعني زي ما واحد يقول أنا ضد طفولتي، يعني مش ما يجيش، يعني هذا تاريخنا ونحن نقرأه حتى نستفيد منه في المستقبل. في فروق كثيرة، يعني أولا يعني الالتفاف حول الملك إدريس وإنشاء الدولة كان يمثل الهدف الأكبر، خاصة عند النخبة المتمثلة في الأسر الكبرى في المدن، هناك أسر كبرى في ليبيا، وأيضا المشائخ العشائر والقبائل، ولم يكن هناك إمكانية لأن يكون هناك خروجا عن الملك إدريس وتحقيق أي موقع متقدم في هذه الدولة. قصة الطليان هو طرح مشروع بيفنس فورسا، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى عودة الطليان على الأقل للغرب الليبي، ولكنه فشل. أيضا عندما خرج وزير خارجية شومان، ويجب أن نتذكر هذا، وزير خارجية فرنسا شومان في 1951، وقال إن فزان أقرب للسودان الفرنسي، السودان الفرنسي هي تشاد والنيجر والمنطقة هذه، وأن أهل فزان يريدون أن يكونوا تحت الحكم الفرنسي. هذا وزير خارجية فرنسا. يعني الشعب الليبي وأهل فزان نفسهم جاءوا ضد الكلام هذا،
والبي سيف النصر جاء للملك إدريس وللأمير إدريس وقتها وأعطاه ولاء وحدد للأعضاء الفزازنا في المشروع الاستقلال الليبي. يعني نحن عندما نتوقف عند الاستقلال، أنا كنت أتصور أن بعد مرور عقود طويلة وخروج أجيال من المتعلمين والمثقفين، وأن ليبيا لم تكن، يعني ليبيا وقت الاستقلال كان فيها، يمكن أعتقد هاني صحح لي، يعني 5 أو 10 أنفار خريجين جامعات. ليبيا كان الفقر والرمد والأمراض تستوطنها. أنا من جيل حضر، يعني يمكن واحد من كل 5 ليبيين أعور نتيجة الرمد، أنا حضرها، مش عارف هاني تتذكرها ولا. يعني كان الليبيين يعني فعلا في حالة سيئة جدا، وفي ذلك الوقت تمسكوا بحلم الدولة، تمسكوا بأن يكونوا جزء من هذا العالم. أنا كنت أتصور أن بعد مرور سنوات طويلة، أن يعني فعلا عندما نتخلص من ديكتاتورية القذافي، أن تخرج نخبة، وهذه النخبة تضع أولوية كما فعلها الأجداد تكوين الدولة، ثم بعد ذلك من خلال نظام نرتضيه للخلاف السلمي بيننا وبين بعض تدخل كل الآراء ونتخالف ودير. لكن للأسف أن ليبيا مرت بكثير من العوامل التي أدت أن التوجه يكون عكسي، أن الشعور الوطني، رغم أن ليبيا استقلت بعد أقل من 20 سنة من استعمال هذا الاسم، ما كانش فيه اسم ليبيا قبل 36، ولكن بعد أقل من 20 سنة وهو اسم حطوه الطليان، يعني ليبيا استقلت وفرح الليبيين بدولتهم وعالمهم ونشيدهم ومليكهم. ولكن نحن بعد عقود طويلة من هذا، الآن كل قرية في ليبيا هي وطن، كل عشيرة هي وطن، كل واحة هي وطن، وليبيا تغيب في الخلفية لا أحد يتحدث عليها. هذا هو الفرق الأساسي والذي أحمله أنا إلى تجير ليبيا إلى تجربة شخصية لمعمر القذافي التي ضرب فيها المؤسسات السياسية، ضرب الوعي، وصارت أسمها الجماهيرية، وصار القصة كلها أن يمجد هو في أفريقيا وفي آسيا، وأن تذهب ليبيا خلف الجبال لا يراها أحد. واضح. سيد شنيب، يعني هل شكل الدولة وقتها وطبيعة النظام، سواء جمهورية أو ملكية موحدة أو اتحادية، هذه المسألة هل مثلت عقبات أمام الحركة نحو الاستقلال؟ لا شك كان هناك في آراء تختلف ما بين الولايات، سواء كانت في برقة أو في طرابلس أو في جنوب اللي هو فزان. كان هناك خلافات على شكل الدولة، على المقاعد، على شكل الدستور وسلطة الملك والسلطات الأخرى اللي هي التشريعية والقضائية وغيرها. وهذه الخلافات ظهرت في الاجتماعات متاعاتهم، ولكن بحنكة النخبة اللي هي موجودة بينهم استطاعوا أنهم هم يعني يقنعوا الجميع. ولا شك أن المجتمع الدولي أيضا كان له دور في إقناع الليبيين بأن المرحلة المطلوبة بالنسبة لليبيا مع كل الخلافات اللي هي موجودة في الأربعينات أو آخر الأربعينات، أن يفضل أن تتحد الدولة تدريجيا. وهناك تشابه غريب الشأن ما بين 49 والآن احنا في 2024 في الخلافات اللي هي موجودة. الخلافات اللي هي ظهرت في الأول كانت خلافات ناتجة عن عدم الثقة، أن هذوم شعوب لم يلتحموا مع بعض كدولة واحدة قبل ذلك. فلما أنت يعني كانت أيام اللي يتزوج من خارج مدينة درنة، إن دراونا ما يعطوش بناتهم لخارج المدينة متاع درنة لواحد من الجبل أو واحد من بنغازي أو غيره، كان يعتبر إيش إن هذا الشيء مخالف للطباع متاعهم وتعودهم على طريقة حياتهم وغيرها. ما بالك بين أنك تخلق دولة موحدة ما بين برقة وطرابلس وفزان، هي عبارة عن تدرج يحتاج إلى وقت إلى أن يكتسب الثقة ويصبح تدريجيا التحول السلمي للنظام بديهي وعملي ومبني على مبادئ اقتصادية وسياسية واجتماعية تتطور مع الزمن. احنا الآن في واقع يكاد يكون مشابه، لأن احنا الآن واقعيا منقسمين، الإعلام منقسم، السياسة منقسمة، السيطرة الأمنية منقسمة ما بين الدول،
ونحاول في نفس الوقت أن إحنا نفرض حلول تكاد تكون يعني مستحيلة في هذه المرحلة. ونحن نشاهد اليوم كيف أن هناك إصرار من الأطراف المسيطرة على نظم محددة، يكون هم كشخصيات هم المنتفع الأساسي من هذا من هذه المعادلة. طبعا الوضع كان مختلف شوية، وكان في حسن نية أيام 49-50، وبالتالي حتى لما اتفقوا على أن يكون هناك مملكة متحدة فيدرالية مبنية على 3 أقاليم، كان هناك اتفاق مبدئي على أن في فترة 10-15 سنة يتم توحيد الوطن تدريجيا. وبالفعل بدأت المفاوضات في 61-62 وانتهت في 63 إلى توحيد الوطن على هو عليه الآن. نعم سيد بوصير، بالحديث عن المبعوث السامي سابقا، مساران حكما تطورات القضية الليبية، وهما في الخارج الاختلاف بين الأطراف الفاعلة دوليا وعلى مستقبل ليبيا بين الوصاية والاستقلال، وفي الداخل الحوارات بين الأطراف الليبية حول شكل الدولة بعد تحقيق الاستقلال والصيغة الدستورية المقبولة من الجميع. كيف وفق أدريان بيلت في هذا الجانب، خاصة حواراته الداخلية بين الأقاليم الثلاث، حتى حقق التكامل في الرؤى؟ ولماذا يعني هذا الجهد من المبعوثين اليوم في ليبيا يغيب عنهم؟ لا هو يعني هو اختراف الزمن التاريخي، يعني التاريخ، يعني نحن بعد الحرب العالمية الثانية هي موجة الاستقلال في دول العالم الثالث، يعني والنخبة الليبية كما أسلفت وأسلف هاني هي تربت في الشام وفي مصر وفي المشرق العربي الذي كان يموج بأفكار الاستقلال والنضالات والأحزاب والجمعيات، يعني هذه تجربة وافدة إلى ليبيا لم تكن موجودة. وكان هناك زي ما اتفقنا أن أولويات، يعني أن نكون الدولة أولا ثم نختلف أو نتفق، ثم كان هناك إجماع على الشخصية ذات، وسمحني أن أصف بهذا الوصف، يعني الملك إدريس السنوسي الله يرحمه كان يتمتع أيضا بشكل من أشكال القدسية العقائدية، بمعنى يعني لأنه سنوسي ولأنه جده أحمد الشريف السنوسي ومحمد بن علي السنوسي، محمد علي السنوسي، يعني كان يتمتع ببعد آخر غير السياسيين الليبيين الآخرين، مما جعل الحل الملكي هو الأنسب. وأنا شخصيا أرى أن يعني لا بأس أن نطرح الحل الملكي الآن، لأن نحن نحتاج إلى نظام سياسي بكل بساطة يفصل بين السيادة وبين السياسة، بمعنى أن يكون هناك سيادة مستقرة في البلد، بيت لكل الأمة، نرجع له جميعا، لا يدخل في خلافاتنا السياسية، بالعكس هو يطبطب على كتف كل مظلوم ويهتم بالقضايا الأساسية كالفقر وحقوق الإنسان. وهذا من الأفضل أن يكون ملكا، وأن يكون بيت ملكي يعتز به الليبيين كما يعتز بالعلم، في نفس الوقت أن نمارس الديمقراطية من خلال السياسة بتاعنا، وهذه تأتي عن طريق أن نحن يكون رئاسة الوزراء هي رئاسة وزراء ناتجة عن انتخابات. طيب يعني أنا أتصور أن هذا الحل ليس خارج الرؤية الآن، طبعا كل الأطراف التي في الساحة لا تريد هذا الحل، ولكنني أنا أو معظمها، ولكني أتصور أن فصل السيادة عن السياسة ولو على النموذج المغربي، المملكة المغربية، سيفيدنا، ونحن أقل مشاكل من المغرب، أقل عدد سكان من المغرب، وأنا متأكد أن البيت السنوسي قادر بأنه هو يعطي مثال جيد، لأن الحقيقة يعني هم في النهاية عندما قارناهم، وأنا أعرفهم بشكل شخصي وهاني أعرفهم بشكل شخصي، يعني لا مجال لمقارنتهم بأي من اقترب في السلطة سواء في عهد معمر القذافي أو بعد معمر القذافي. طيب عند هذه الحقبة تحديدا، نعم سيد بوصير، أن أطرح أن لماذا لا نبحث هذا الموضوع بشكل جاد، قد يكون هذا فيه مخرج، وليتنافس كل اللي موجودين في الساحة الآن من خلال السياسة وليس السيادة. السيادة أن تترك لبيت ملكي هو رمزنا، وفي النهاية هو يملك ولا يحكم، لا يدخل في الحكم ولا يخش في خلافات سياسية ولا يدير حزب سياسي،
فأتصور أن هذا يعني شيء قد يجعلنا في موقع أفضل ولو قليلا. طيب سيد شنيب، هل ترى أن الوضع استمر مستقرا حتى 69 وذلك الانقلاب؟ أين كان دور الأمم المتحدة في هذا التاريخ؟ وكيف تعاملت مع نظام العقيد طيلة 42 عاما، خاصة وأن هناك من يعتبر أن النظام انعزل بسبب استبداده في طريقة حكمه داخليا؟ هل تركت ليبيا تواجه مصيرها لوحدها؟ هي ليبيا بالفعل تجربة من الصعب استيعاب كيف تحولت ما بين يوم وليلة وبطريقة شبه سلمية إلى نظام جمهوري عسكري. يعني لا شك بأن في فترة المملكة الليبية، الفترة الأولى اللي هي قبل 61 كانت فترة فقر، وفي عز الفقر متاعها استطاعت أن هي تركب وتبني مؤسسات اللي هي إلى الآن ما زالت معتمدة، وما زالت هي الهيكل النحيف اللي هو ماسك الدولة مع بعضها إلى الآن. في بعد 63 طبعا تغير الوضع وأصبح عبارة عن نوع الثروة النفطية ابتدت تتضح أكثر وأكثر، وهناك رخاء، ومع الرخاء لا شك بأن هناك طمع وهناك فساد، ولكن لا يختلف عن الفساد اللي هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو غيرها. دائما الواحد كان يسمع أن المقاول الفلاني أو الشيخ الفلاني أو غيره استفاد من صفقة مقاولات أو غيرها وكذا. طبعا المبرر اللي هو يطفو على سطح للتغيير كان هو النزعة القومية العربية ورغبة الشباب في أنهم هم يدخلوا في التحول المطلوب لهذه المرحلة اللي كان هناك شعبية كبيرة ليه في العالم العربي. طبعا ليش نقول في الكلام هذا كله؟ لأن طبعا هذا مرتبط أيضا بعلاقة الأمم بليبيا في هذه المرحلة، باعتبار بأن الواحد دائما يسأل ما كانت مصلحة أمريكا أو بريطانيا أو الدول الأوروبية أو أوروبا الشرقية في أن يحدث تحول مع وجود دولة مستقرة ثروتها أصبحت تتضح وأصبحت تعتبر سويسرا متاعت العالم العربي. كيف للمجتمع الدولي أن هو يتقبل هذا التحول؟ طبعا النتيجة اللي حدث هو أن هناك طبعا يعني مؤامرات أو فكرة المؤامرات، وأن في هناك المخابرات الأمريكية أو غيرها وكذا دخلوا في ليبيا وخلقوا التحول اللي هو مطلوب، أو على الأقل دعموه، أو على الأقل لم يدعموا الطلب اللي هو ظهر من أسرة الشلحي، بينما هم يعني يحاولوا أن هم يعيدوا الأحداث إلى اليوم اللي هو ما قبل سبتمبر 69. طبعا لا زالت هناك أسئلة كثيرة بهذا الخصوص، ولكن ما حدث في السبعينات هو أن المجتمع الدولي لم يرى تغير خطير في ارتباط ليبيا اقتصاديا بالعالم، بمعنى أن كانت هناك business as usual، وكان هناك إحساس بأن هذا الضابط اللي هو تولى الأمر، صحيح أنه هي عنده تجاوزات غير ديمقراطية، ولكن بالنسبة لعلاقة ليبيا بالعالم كانت ما زالت علاقة مستقرة، لم يروا فيها بعد الميول للانقلابات والتعاون مع مجموعات أخرى وغيرها. واضح. في هذا السياق سيد بوصير، مجملا يرى خبراء ليبيون أن الأمم المتحدة إذا كانت قد أسهمت بشكل كبير في إنشاء الدولة والعمل على استقلالها والحفاظ على وحدة أراضيها في بداية العلاقة بينهما في خمسينيات القرن الماضي، فهي أيضا لعبت دورا سلبيا بعد ذلك في فترة التسعينيات، إذ فرضت حصارا اقتصاديا خانقا وتدخلت إبان الثورة الليبية وتخلت عنها بعدها. هل ترى هذا الطرح منطقيا؟ وهل فاعلية الأمم المتحدة في ليبيا تتغير وفق ظروف معينة؟ وهل من الممكن أن يتم الوصول إلى حل من الأطراف الليبية بمعزل عن جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها السبعة تقريبا خلال 12 سنة اللي فاتوا؟
عزيزي، أنا أود هنا أن أعرج على نقطة أعتقد أنها في غاية الأهمية، وأنا دائما أحاول أن أنطلق منها في التحليل. أنا من الناس الذين يؤمنون بأن الاقتصاد هو البنية الأساسية لأي نظام سياسي. ليبيا اللي تحدث عليها أخوي هاني، اللي كان متوسط دخل الفرد فيها 165 دولار في السنة، واللي كانت تعيش على بعض المساعدات، عندما ظهر النفط في 1959 و60 في جلسة مجلس وزراء السيد محمود المنتصر رحمة الله عليه، كان رئيس وزراء في 64، كان سألهم قالوا كم ميزانية، قالوا له مليار، قال لهم شنو؟ يعني ليبيا هذه كانت ميزانيتها لا تتعدى 30 مليون وال 20 مليون وحصلت إلى مليار. ماذا أحدث دخل النفط؟ أحدث تغير في البنية الاقتصادية، تبعها تغير في البنية الاجتماعية والسياسية. في كلمتين نشرحها لك. الملك إدريس الله يرحمه نظامه قام على القوى الأكبر اللي كانت موجودة في وقت الاستقلال، اللي هي زعماء العشائر الذين موجودين بين البدو والأسر الكبرى في المدن. النفط تسبب في خروج مجموعة أخرى من الوجهاء وليسوا من النبلاء اللي كانوا مع الملك، اللي هم رجال الأعمال المقاولين الكبة، الذين بدأوا يروا أن يجب أن ننتقلوا إلى نظام أكثر انفتاحاً. كانوا يسمعون الدعاية الصادرة من القاهرة ويعتقدوا أن النظام الجمهوري أفضل. أثرت بشكل آخر، قبل ظهور النفط كانت العائلات الكبرى تدخل أبنائها للكلية العسكرية لأنه يمثل ضمان للمستقبل. بعد ظهور النفط أصبح لو يدير الدكان بتاع كنادر يعيش أحسن من ضابط جيش، فبالتالي أصبح الدفعة السادسة والسابعة اللي هي قامت بعدين بالحركة العسكرية في 69 لم يكونوا في معظمهم، بعض أقلية صغيرة جدا من عائلات أو عشائر معروفة، الباقي كانوا من الأطراف، نستطيع أن نقول المهمشة في المجتمع الليبي. إذا نحن هنا أمام تغير اقتصادي، هذا التغير الاقتصادي جاءت حرب 67 لترسخ فكرة أن ليبيا منضمة للمعسكر الغربي ضد الدول التي تقاتل إسرائيل. عندما أعطت ألمانيا 100 دبابة تعويض لإسرائيل ليوبارد، جميع الدول العربية قامت بإجراءات دبلوماسية ضد ألمانيا ما عدا ليبيا. فبدأ الشعور في الشارع الذي أصبح في معظمه قوميا وناصريا بأن هذا النظام يجب أن يذهب لصالح نظام آخر يأتي، بدون الوعي بمخاطر الانقلابات. لم يكن الليبيون قد جربوا الانقلابات من قبل، لم يكن قد جربوا حكم العسكري من قبل. ونشاهد يعني البيان الأول للثورة يبدأ بأن يقول أننا قمنا بهذه الثورة من أجل التصدي للذين يحرقون مقدساتنا، لأن كان قبلها ب 15 يوم كان في واحد صهيوني محارق المسجد الأقصى. فهنا يعني هذه طبعا مش هيصلح في هذه الحلقة، ولكن التغير الاقتصادي، حرب 67، السفير الأمريكي في تونس عندما سئل ما الذي تسبب في الانقلاب، قال لهم النفط الذي جعل الراعي في الصحراء يشتري ترانزستور بخمسة جنيه ويسمع صوت العرب. يعني هي عملية معقدة، ولكن أودت أن أقول لك، أما بالنسبة موقف الولايات الأمم المتحدة في التسعينات فهو ناتج عن سلوكيات النظام الليبي. النظام الليبي تجرأ وفجر وقتل ناس وكذا، طبيعي جدا الأمم المتحدة ستتدخل من أجل معاقبتك، من أجل حصارك. لم يكن موقفا لأنها ليبيا، ولكن لأن ليبيا كان فيها حكومة تمارس الإرهاب ضد العالم، وهذا موقف العالم، ونحن لو مارست حكومة أخرى ذلك حنقف بنفس الشيء. واضح، أكتفي معك بهذا القدر. كنت معي السيد محمد بوصير، مهندس وباحث سياسي. كذلك أشكر هاني شنيب، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية. أشكركم ضيفي على كل هذه المعلومات وعلى هذا السرد القيم في هذه الذكرى المهمة التي تهم كل الليبيين، ذكرى استقلال ليبيا. أنا مشاهدين وصلت معكم إلى ختام هذه الحوارية، سوف أترككم الآن لتتابعون ندوة مهمة حول ذكرى استقلال ليبيا، وبعد هذه الندوة سوف تشاهدون وثائقي حول المئوية الليبية. بذلك وصلت معكم إلى ختام، تقبلوا تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.